السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو تعليمي جديد. اليوم بإذن الله سنتناول درس نحو بعنوان همزة القطع وألف الوصل. طيب تعالوا معنا نتعرف همزة القطع وألف الوصل، بس في بدء الكلام لابد أن نعرف أن همزة القطع وألف الوصل مشتركتين في شيء واحد. طب مشتركتين في ايه؟ انهما الف في بدء الكلام او في اول الكلمه، تاني هما الف في اول الكلمه، يبقى تاني همزه القطع والف الوصل مشتركتين في ايه؟ الف في اول الكلمه، تمام. ويختلفان في ايه؟ تعالوا نعرف وجه الاختلاف بين همزه القطع والف الوصل. همزه القطع هي الف في اول الكلمه كما اتفقنا، تنطق في بدء الكلام، يعني لو بدات الكلام تنطق في بدء الكلام، وتنطق ايضا عند وصله، عند وصف الكلام تنطق، ولهذا سميت قطع، سميت همزه قطع لانها تنطق في بدء الكلام وعند وصله، وترسم هكذا، هكذا ازاي؟ الف فوقها همزه او تحتها همزه، تاني ترسم هكذا الف فوقها همزه او تحتها همزه. اما الف الوصل هي الف في اول الكلمه كما اتفقنا، تنطق في بدء الكلام، تنطق في بدء الكلام وتظهر، ولكنها لا تنطق ولا تظهر عند وصل الكلام. يبقى تاني الف الوصل تختلف عن همزه القطع في اول حاجه انها لا تظهر ولا تنطق، تنطق عند وصل الكلام وترسم هكذا، ده تاني اختلاف. هكذا ازاي؟ الف ليس عليها همزه، يعني همزه القطع برسم عليها الهمزه فوقها او تحتها، اما الف الوصل لا ترسم عليها الهمزه. طيب ولهذا سميت وصل، سميت وصل لانها لا تظهر في وسط الكلام او عند وصل الكلام فتصل الكلام ببعضه. طب تعالوا ناخذ مثال لما اقول كلمه احمد. تعالوا كده نحطها في بدء الكلام، احمد طالب مجتهد، ظهرت ام لم تظهر؟ ظهر. طيب لما اقول اعطيت القلم لاحمد، ظهرت الهمزه ام لم تظهر؟ ظهرت، ولهذا هي همزه قطع. طب تعالى نحفظ كده كلمه انطلق، كلمه انطلق، انطلق الصاروخ، انطلق الصاروخ، ظهرت ام لم تظهر؟ ظهرت في بدء الكلام. طب اجتهد العلماء فانطلق الصاروخ، ها لم تظهر، لذلك سميت الف وصل ولم ارسم عليها الايه؟ الهمزه. طب تعالوا معنا نتعرف مواضع همزه القطع والف الوصل، ايه المواضع بتاعت همزه القطع وايه المواضع بتاعت الف الوصل؟ يعني امتى بقول الكلمه دي احط عليها همزه او تحتها همزه وامتى ما احطش الهمزات؟ يلا بينا نعرف مع بعض همزه القطع والف الوصل. اولا مع الاسماء، الاسماء كلها همزه قطع، الاسماء كلها همزه قطع ما عدا، ما عدا تسعة أسماء، ما عدا إيه؟ تسعة أسماء، ما عدا تسعة أسماء، دول بيبقوا ألف وصل، إيه هما؟ سنتعرف عليهم في ألف الوصل، تاني يبقى همزة القطع الأسماء كلها همزة القطع ما عدا إيه؟ تسعة أسماء. طب إيه هما التسعة أسماء اللي ألف وصل لازم أحفظهم؟ تسعة إم وابنة، تمام، وايه تاني؟ واثنان واثنتان، تمام، وامرؤ وامرأة، تمام، وايه تاني؟ وأيم الله، وأيمن الله، وكلمة اسم. تاني التسعة أسماء هم ابن وابنة واثنان واثنتان وابن وامرأة وأيمن الله، وأيمن الله كلمة اسم، كل دول ألف إيه؟ وصل. يبقى كل الأسماء همزة قطع مع عدا التسعة أسماء اللي قلنا عليهم ألف وصل، ده كده مع الأسماء. طب مع الحروف، مع الحروف، الحروف كلها قطع، الحروف كلها قطع ما عدا، ما عدا إيه؟ التعريف، يعني ال التعريف الحرف الوحيد اللي هي الالف واللام، ده الحرف الوحيد اللي بيبقى ايه؟ الف وصل. يبقى ال التعريف في الحروف هي الالف وصل، يعني عندي الحروف كلها، اما اقول الى لازم احط الهمزه، ها ايه تاني؟ اما اقول الا لازم احط الهمزه، انا لازم احط الهمزه، ما عدا ال التعريف، اما اقول مثلا الكتاب، ها مش الكتاب بدا بالف ولام؟ يا
يبقى الالف ولامع قال التعريف دي الف ووسط. طب تعالوا كده نشوف مع بعض كما قلنا الاسماء والحروف. همزه القطع، مواضع همزه القطع مع الاسماء كلها والضمائر ايضا تحسب من ضمن الاسماء زي جميع الاسماء امجد احمد ابراهيم اسماعيل اسماء الاء اخ اخت انت انت والى بقوا كافه الضمائر التي تبدا بالف. طيب ما عدا ايه؟ تسعه اسماء مع الحروف كلها، كل الحروف ما عدا الف ايه؟ التعريف. طب تعالوا كده الف الوسط، الف الوسط مع الاسماء كلها لا دي همزه القطع اللي مع الاسماء كلها الا تسعه اسماء، التسعه اسماء دول اللي بيبقوا ايه؟ الف وسط اللي هم ايه؟ ابنه املك امراه اسم اثنان واثنتين ولو جبت منصوبه او مجروره بتقول اثنين او اثنتين. طيب ايمن الله وايمن الله ومع الحروف الف تعريف زي ما بقول الذي او العلم او التقدم اي كلمه تبدا بالف ولام الالف واللام او الف تعريف دي بتبقى همزه الف وصل. في مشكله الكلام ده؟ فاضلني بقى الحروف. طيب فاضلني الافعال، عفوا الافعال بس خد بالك معايا الافعال بقسمها ليه؟ ماضي ومضارع وامر. احنا عارفين من الافعال في منها ماضي وفي منها مضارع وفي منها امر، بس هناخد او هندرك من ضمن الافعال حاجه اسمها مصدر. طب ايه المصدر ده يا مستر؟ المصدر هو الماده الخام للكلمه، هو اصل الكلمه. تمام؟ زي كده زي ما بقول المفعول المطلق، انطلق انطلاقا، استخرج استخراجا، استخراج وانطلاق دي بنسميها ايه؟ مصدر. يبقى المصدر في هذا الدرس سندرجه مع الافعال. طب تعالوا بقى نحفظ الافعال كده مع بعض واحده واحده ونشوف هنعرفها ازاي. تمام؟ طيب مع بعض يلا. الافعال كده امتى الفعل بيبقى همزه قطع وامتى بيبقى الف وصل؟ تعالوا نتفق اتفاق، أي مضارع يبدأ بألف همزته قطع. تاني، أي مضارع يبقى المضارع كله مع الأفعال كما قلنا، كل المضارع الذي يبدأ بألف همزته قطع. صعب الكلام ده؟ يبقى المضارع قاعدة عامة. هنقسم بقى الأفعال مع بعض للثلاثي والرباعي وخماسي وسداسي. بس زي ما اتفقنا لازم الفعل يبدا بايه؟ بألف. تمام. تاني هنقسمه للثلاثي والرباعي وخماسي والسداسي. طب تعالوا نفتكر مع بعض يعني ايه ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي؟ ثلاثي اي انها اصله يتكون من ايه؟ من ثلاثة حروف. طيب رباعي اي انه يتكون من اربع حروف. طيب خماسي من خمسة حروف، السداسي من ستة حروف. طب الثلاثي تعالوا مع بعض، الثلاثي قال لك الثلاثي الماضي اللي فيه ومصدره بيبقى قطع. تاني الماضي والمصدر قطع. طب اديني كده مثال يا مستر، اقول اكل اخذ، مش ده ثلاثي ماضي؟ اه يبقى همزه قطع ولا الف وصل؟ همزه قطع. طب هات المصدر اكلا اخذا، المصدر بتاعه برضه ايه؟ قطع. طيب قال لك الرباعي، الرباعي كله ماضي ومصدره وامره. تاني ماضي وامر ومصدر خلاص كده زي ما اقول اقبلا اقبلا ادي ماضي اهو. طيب هات الامر اقبل. طب هات المصدر اقبال اهو اقبلا. لازم احط الهمزه، ليه احط الهمزه؟ عشان اتفقنا ان الرباعي كله همزه ايه؟ قطع. طيب تاني طيب اقبال ده المصدر. تمام. طيب اقبل برضو ده امر يبقى ايه؟ قطع. طب تعالوا معايا كده نشوف همزه القطع في الافعال كما قلنا في همزه القطع في الافعال أو زي ما قلنا ماضي الثلاثي ومصدره ما عدا الأمر. تاني ماضي الثلاثي ومصدره ما عدا الأمر، ماليش دعوة بالأمر بتاع الثلاثي.
ماضي الثلاثي ومصدره بيبقى همز القطع زي ما قلت اخذ اكل امر. طب وماضي الرباعي وامر ومصدره يعني الرباعي كله. طيب بيبقى ايه؟ بيبقى همز القطع زي اقام اقم اقامه اخرج اخرج اخراج. طيب لو انا عايز اعرف كلمه اخراج هي دي رباعي؟ اه رباعي عشان هات الماضي بتاعها. لازم اجيب الماضي واعرف يعني اخراج دي. لو انت عديت الحروف اخراج هتلاقيهم خمسه بس ده مش خماسي. ارجع للماضي كده الماضي ايه؟ اخرج يبقى ايه؟ رباعي. تمام. واول المضارع اتفقنا في قاعده عامه ان اي مضارع يبدا بهمزه تبقى همزه ايه؟ قطع. طب تعالوا كده في الف الوصل نشوف مع الافعال بيجي امتى؟ مع الافعال. قال لك امر الثلاثي. امر الثلاثي امر الثلاثي دايما بيبقى الف وصل زي ما بنقول كده. الواحد اشرب اشرب ينفع احط الهمزه؟ لا لم نضع الهمزه. طب لماذا؟ تعال نجيب الماضي. انا قلت مش هشتغل على الفعل وهو مضارع او هو المضارع كما اتفقنا بس مش هشتغل عليه وهو مصدر او هو ايه؟ امر. هات الماضي بتاعه شارب كام؟ ثلاثي. يبقى ده امر ثلاثي. امر ثلاثي همزه قطع الف وصل الف وصل. طب ايه تاني؟ قال لك الخماسي كله طبعا باستثناء المضارع. احنا اتفقنا المضارع اللي بيبدا بهمزه كله همزه ايه؟ قطع. تمام كده؟ طيب الخماسي كله يعني ايه كله؟ يعني الامر والماضي وايه تاني؟ والمصدر. خلاص انطلق ادي خماسي انطلق انطلق ادي الامر انطلاقا. خلاص كده؟ طيب تعالوا كده برضه نشوف الف الوصل زي ما قلنا اهو مع بعض مثال بمثال. اول الامر الثلاثي اكتب الماضي بتاعي ايه؟ كتاب ادي الثلاثي. تمام يبقى امر ثلاثي انطلق التزم احترم. طب تعالى ناخد احترم احترم احترام احترم هتلاقيه برضه ايه؟ خماسي. طب وايه تاني؟ قال لك والثلاثي كله. يعني ايه الثلاثي كله؟ يعني امر ومصدر والماضي. ينفع احط المضارع في السكه؟ لا احنا اتفقنا ان المضارع ملوش علاقه. الثلاثي كله زي ما قلنا استخرج ده ماضي يبقى ما احطش الهمزه. ماضي ثلاثي. خلاص كده؟ طيب استخرج اما امر واحد استخراج. استخراج ده المصدر قلت برجع للماضي وبعرف هو ايه. يبقى تاني كده القاعده العامه مع بعض همزه القطع والف الوصل. همزه القطع مع كل الاسماء ما عدا تسع اسماء تعرفنا عليها. طيب والحروف مع كل الحروف ما عدا الف ايه؟ التعريف. الافعال بقى قلنا سندرج مع المصادر بس اتفقنا ان الفعل المضارع اللي يبدا بهمزه كله قطع فهنخرجه من القاعده بتاعتنا. طيب الثلاثي الماضي والمصدر قطع اما الامر وصف. طيب الرباعي ماضيه وامره ومصدره قطع. طب الخماسي ماضيه وامره ومصدره. الثلاثي ماضيه وامره ومصدره. كده يبقى احنا تعرفنا مواضع همزه القطع والف الوصل. طيب تعالوا كده مع بعض الملحوظات المهمه. يمكن معرفه همزه القطع او الف الوصل بوضع واو قبل الهمزه فاذا نطقت تكون همزه قطع. لو انا مش عارف او نسيت القاعده وعايز اعرف الالف دي همزه قطع ولا الف وصل بحط واو في الاول. زي كلمه ابراهيم حط كده واو قبلها وابراهيم هتلاقي الهمزه نطقت ام لم تنطق؟ نطقت اي نطقت عند الوصل يبقى دي همزه ايه؟ قطع. طب تعالوا كده لو حطيت واو عند انتصر وانتصر وانتصر لم تنطق اذا هي الف ايه؟ وصل. تمام. اذا سمي انسان بالمصدر الذي همزته همزه وصل تكتب قطع. يعني ايه؟ يعني كلمه ابتسام. طب تعالى نرجع للماضي بتاع ابتسام هتلاقيه خماسي يعني ده مصدر خماسي واتفقنا المصدر الخماسي الف وصل. طب لو سميت بقى بنت ابتسام هنا ما بقاش مصدر خماسي هنا بقى اسم انسان فهيعتبر من الاسماء وده مش من الاسماء التسعه يبقى همزته ايه؟ قطع.
تمام كده؟ طيب انتصار نفس الحكايه، انتصره هتقول لي ده المصدر، اقول لك لا، لو سميت بنت بانتصار لازم احط الايه؟ الهمزه. اذا وقعت ابن بين علمين، كلمه ابن لو اتحطت بين علمين، علمين يعني اسمين، اسمين نقول انسان وانسان، بس الثاني يبقى اب للاول، تمام؟ نحذف كلمه او الف ابن. احنا اتفقنا ان كلمه ابن همزه قطع الف وصل، الف وصل. بس لو حطيتها بين علمين او بين اسم انسان واسم انسان، الثاني اب للاول، بحذف الايه؟ الهمزه اللي هي الالف، الف الوصل، وخليها ال من الوليد. بصوا بتكتب هكذا. طيب اذا الوديه لفظ الجلاله، بيان. يعني ايه لفظ الجلاله؟ لفظ الجلاله هو الله. لو حطيت قبليه يا الله، احنا عارفين ان كلمه الله ما بحطش همزه عليها، انما لو سبقتها بيا بحط على كلمه الله همزه. صعب الكلام ده؟ طيب اخر ملحوظه معنا، اذا وقعت الف وصل بعد همزه الاستفهام تحذف. الف الوصل بعد همزه الاستفهام تحذف. اما اقول ايه؟ اصطفى البنات على البنين، اصطفى هنا الهمزه دي همزه ايه؟ استفهام. انا بسال، طب هات الفعل اصطفى، اصطفى هتلاقيه خماسي، ماضي خماسي يعني ايه؟ الف وصل، بس هنا شلت الف الوصل لما حطيت همزه الايه؟ الاستفهام. بعض الملحوظات دي مهمه جدا. كده تعرفنا همزه القطع والف الوصل. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم، ونلتقي في فيديوهات تعليميه اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.